فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أسكن في قرية، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول: أسكن في قرية وكنا نأكل شحوم البقر والغنم الموجودة في جوف بطن الدابة، حتى أتانا عالم وفسر لنا قول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلى آخر الآية، فقال لنا: إن الشحوم البقر والغنم هي حرام عليكم بنص القرآن. أعوذ بالله، هذا جاهل ما هو بعالم، ما هي بحرام علينا، هذا على اليهود عقوبة لهم، في حلال لهم لكن حرمت عليهم عقوبة لهم تشديدا عليهم، حنا مثل اليهود؟ هذا كلام ما هو بطيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.